الدين الإسلامي حث على بر الوالدين ولو كانوا كفارا. تعامل الوالدين مثل ما تعامل أطفال الصغار. إذا الوالد سب الولد، هل الولد يرد على أبيه السب؟ لا. هل لا الولد لا يقول للأب أدنى كلمة، أف لا يقول له أف. لا تقول له إلا قولا معروفا، قولا طيبا، أخلاق جميلة، أخلاق حسنة. حتى ولو كان كافرا. أنت الآن قلنا داعية للإسلام، هو يريد أنك تتلفظ بالكلمة حتى يقول هذا المسلمين. لكن لا يمكن أن تبقى في مجلس فيه سب للدين، لا يمكن أن تبقى في مجلس فيه سب للدين. إذا تستطيع أن ترد ترد بحكمة، إذا لا تستطيع تخرج، ما تبقى في مسجد في مجلس فيه سب للدين، سب للرب، سب للنبي صلى الله عليه وسلم. إما أن تنكر بحكمة أو تخرج تنصرف، لا تبقى في المجلس. نحن لا نسب آلهة الكفار في حضور الكفار، لماذا؟ حتى لا يؤدي هذا إلى سب الرب سبحانه وتعالى. إذا لابد أن نتعلم الأخلاق التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. الكفار سبوا النبي صلى الله عليه وسلم، هل رد عليهم بالسب؟ لا، بل دعا لهم، عاملهم بحسن الخلق.